السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في هذا الفيديو سأريك كيف تعرف بأن هذا الموتور، يعني هذا المحرك، هل هو شغال أم غير شغال. هذا المحرك هو محرك للغسالة أو مكنة الصابون أو لاماشين لافي. إذا هذا المحرك به 3 أسلاك. إذا نحتاج إلى ملتيمتر، نضعها على زر الصفارة أو 200 أوم. إذن أخي المشاهد، إن كنت غير مشترك في هذه القناة فأدعوك إلى الاشتراك وتفعيل زر الجرس لتتوصل بكل جديد من قناة هشام للتقنية. إذن نقيس في الأول، نضع أقطاب الملتيمتر هنا على السلك الأصفر والسلك الأحمر، إذن تعطينا 72 أوم، نسجل 72 أوم. ثم بين الأحمر والأزرق، إذا نحصل على 122 أوم. 122 أوم. ثم يتبقى ما بين الأصفر والأزرق، إذا نتحصل على 190 أوم. إذا يتبين من هذه القيم أن هذا الموتور ليس به مشكل، وهو يعني شغال بشكل جيد. يعني كيف؟ يعني إذا جمعنا 2 من هذه القيم تعطينا يعني مجموع القيمة التي حصلنا عليها في أحد الأقطاب، يعني 72 زائد 122 تقريبا هي 192. يعني يكون المجموع ما بين السلك، ما بين هذا السلكين، يعني ما بين السلك الأحمر والأصفر 72، والأحمر والأزرق 122، يكون المجموع ما بين الأصفر والأزرق 172. يعني قيمة تساوي مجموع القيمتين الأخريتين. إذن نتمنى أن نكون واضح في هذا الشرح، وإلى فيديو آخر إن شاء الله.